خلافاً للسنوات الماضية، تشهد أسعار الخضر والفواكه في الجزائر ارتفاعاً كبيراً أربك أصحاب الدخل المحدود، وضع أرجعه مسؤولون في قطاع الفلاحة إلى تداعيات كورونا وشح تساقط الأمطار. كل يعود للأسعار تاع المواد الأولى اللي ديما الخارج للفلاح، كون نقص في الأمطار والثلوج الفلاح يفشل. الفلاح كان، أنا نعرف فلاحين ونعرف تجار مشاركين فلاحين، يعطوهم الدراهم ويخدموا الفلاحة باه تطيح الأسعار. كان يدير 20 قطار كل سنة، كل موسم يدير 20 قطار، دوك فشل يدير قطار. أزمة الجفاف وتراجع منسوب السدود ومياه الآبار، فضلاً عن عدم الحصول على ترخيص لحفر أقناب جديدة، أمر جعل الفلاحين يقلصون من نشاطهم خلال السنة الجارية. الفلاح اليوم راه يجي يدير الفراج، راه ينحيوها له، راهي الصولدة يديوها له وهو يروح متابع قضائياً. هاو المشكل اللي رانا نتخبطوا فيه. قال لك ما عطيناش ربي منا نصبروا، بس عندنا من الارض باطن تاع الارض نديروا لي فوراج، والله يسهلوا لنا الماء اللي جابوه من الشمال تاع سطيف وين يوزعوا الجهه الجنوبيه، يعطوهم الماء وكل ما يديروش فتنه، واحد يعطيه وواحد ما يعطيهوش. هنا الاسعار تنخفض، نعطيكم وعد ما عندها. بين مطرقة غلاء أسعار الخضر والفواكه وسندان المشاكل التي يتخبط فيها الفلاح، يبقى المواطن ذو الدخل الضعيف ينتظر الفرج.